لسه بتتابع استاذ هاني الاصوات الجديده اللي طالعه؟ اه طبعا وبتحب تسمع يعني؟ انا اول ما قلت لك على احمد النقاش قلت لي ده ولد صوته حلو قوي. اللي هو تبع يعني ويجز، وتابع ويجز. واسمع شاكوش، واسمع كل حاجه اسمعها عشان ابقى عارف احنا رايحين فين. وانت كنت عايز تلحن لويجز؟ لسه ليه؟ العقد قائم. ليه؟ ليه ويجز بالذات؟ مش بالذات ويجز، لانه رئيس المرحله دي. رئيس. فاذا دخلت في الريس الباقي كله هيعمل نفس حكايه. وانا عندي بقى مبدا. احنا يعني احنا في زمن ويجز. طبعا. طب وهل حضرتك شايف ان الاغاني المهرجانات بقى صوتها خافت في وجود ويجز واحمد سعد؟ طبعا. هم على فكره، وعلى فكره بقت الناس كمان، مش هقول اسامي بقى، لكن ايه، المرحله بتاعت المهرجانات انا ما كنتش حاببها بسبب الكلام، مش الالحان ولا الالحان ولا بتاع. ما دام بيرقصوا الناس يا ريت اهلا وسهلا وعلى دماغي، لكن كوني اقول بقى كلام وحش واروج للمخدرات وبتاع، لا، ده ما يخشش بيتنا، يبقى ما يخشش بيت اي بني ادم. فانا كان عندي موقف ضد كلمات المهرجانات، مش المهرجانات، مش المهرجانات. لكن ويجز انت قلت ان هو رئيس المرحله، وانت عندك مبدا انك تخش على الرئيس. طبعا، لان طبعا المرحله دي اللي احنا فيها هي مرحله الراب، والراب احسن كتير من يعني انا لقيتهم ما بيستعملوش الفاظ بايخه او عاريه او كده او كده، فهم ويلكم. احنا نقدر نعمل لهم بقى حاجه ما كانتش في دماغهم. طيب ويجز لما حضرتك قلت ان انا الحن له، هو قال يسعدني ونعمل حاجه تليق بينا، بس هل حصل يعني الامنيات دي اترجمت لتواصل ويعني واتفاق؟ لا لسه، لان ايه، من حقه يتقال عليا. يعني ويجز تعلان عليك دلوقتي؟ طبعا. ليه من كده؟ حقه؟ يعني ايه من حقه؟ ما انا هقول الحقيقه. ويجز جميل، ما اعتقدش انه، لا بيعتقدوا ان القدام مخهم مقفل وهم اللي بوظوا الدنيا، وهو ده احساس عام على فكره. على فكره ده احساس. بس حضرتك مختلف من الاول خالص. واحساس مقبول. انت قدام، انت سابق عصرك من البدايه. يعني انا شايفه ان ويجز لازم يبتدي يسرع ان هو ياخد اللي في دماغك. هو بيني وبينك لو لقى ان السيدتين الجمال دول قالوا الكلام ده يبقى يعني، لو هو حضرتك مستنيه يكلمك ولا انت بادرت وهو ما استجابش؟ اصل الراجل ده شهره، تيجي تكلميه ده في السعوديه، تيجي تكلميه ده في ايه، الناس المشهوره قوي قوي، بيبقى صعب ان انت تلاقي الفرصه كويسه. اولا انا اديت الكوره في ملعبه، قلت له هات لي الكلام اللي يعجبك علشان اقراه، لو قريته لقيت فيه حاجه كده ولا كده مش هعمل. كويس. وهو ما بيعملش حاجه كده ولا كده الحقيقه، الولد هايل هايل. لكن لو جاب لي كلام كويس هنعمل منطق تاني، اللي هو ايه، ازاي التراب والراب ده يتعمل ويبقى فيه ميلودي رومانسي معاه وحد بيغني معاه، نعمل حاجه تغيير، واحد حاجة احضنه ويحضني. لكن مش هنبقى على جفاء اعمل لك ده وتعمل يعني هنطبع مع بعض. طبعا انت ليك ستايلك وانا ليا ستايل، ما هو هنعملها اغنيه مع بعض. مش زحمه، انا قابلت عدويه في نص الطريق. برافو عليك. لا هو يعني لا انا اشتغلت على شخصيته ولا سمحت له يتغير على شخصيته.